أو أثناء. هل الحاكم الذي لا يطبق حكم الله بل يطبق القانون الوضعي هل يطاع في كل أموره أم يعصى في كل أموره، أو يطاع في فيما أمر الله ويعصى فيما نهى الله؟ نرجو الإيضاح هذا الموضوع لأنه في غاية الأهمية. حتى لو يطبق الشريعة لا يطاع في كل أموره إلا فيما وافق الشرع، لا يطاع أحد في كل أموره إلا الرسول صلى الله عليه وسلم يطاع في كل أموره، أما الناس لا يطاع في كل أموره ولا يعصى في كل أموره، ولكن يطاع فيما وافق هذا الحق ويعصى فيما خلق الله. هذه الطريقة لو كان أمير أو أب أو في قبيلة أو زوج أو غير ذلك لازم يرضى في أمره، فإذا كان رئيسا ملكا أو رئيس جمهورية أو في قبيلة أو أب أو أم يرضى في أمره، فإن أمر بطيب قبل منه وسمع له وطيع، وإن أمر الناس لا يطاع. ولو كان كافرا إذا أمر بخير قبل، مثل رئيس الدولة أنت في دولة كافرة في أفريقيا أو في غيرها وأمرت هذه الدولة بالإحسان للفقراء ومواساة الفقراء يطاع فيها، مواساة الفقراء والإحسان، أو نهى عن الخمر قال فالخمر يضركم، ونهت عن الخمر هذه الدولة كافرة نهت عن الخمر يطاع فيها لأنها شيء موافق الشرع ينفع الجميع، أو أمرت بإصلاح الطرقات قال تعالى في إصلاح الطرقات اللي فيها أخطار على المسلمين تصلح، أو ما أشبه ذلك ما جاء به الإسلام ما ينفع المسلمين يطاعون ولو أن الدولة كافرة. أما إذا أمروا بشيء في معصية قال الأمير أو رئيس الجمهورية أو الملك أو أبوه أو في قبيلتك اشرب الخمر أو سب الله أو عقبة لديك لا تطيعون فيها خيرا منك.